بداية الشوط الثاني من عند فريق توتنهام. هجوم لمصلحة توتنهام. بوراك يلمس، يفقد الكرة. فرصة متاحة، تدخل في الوقت المناسب، الضغط ينتهي في اللقطة الماضية. ريناتو سانشيز، فقدوا الكرة، كرة بتتخلص قبل ما توصل للفريق الخصم. بوراك يلماز، تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير. فرصة أمام المرمى، رأسية ملعوبة، الله، تصدي خرافي من حارس المرمى. صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. رائع في قراءة الفريق الخصم. يخسر الاستحواذ. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. كرة هدف في هذه اللحظات، خروج مميز من حارس المرمى، شجاعة كبيرة، افتكاك الكرة ينقذ فريقه من هجمة خطيرة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. الآن 10 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. الكرة هي لغة الشعوب التي تجمع البشر وتوحد الأمم. كرة القدم تفوقت على المنظمات السياسية وكل المؤسسات الاقتصادية في توحيد وجذب الشعوب. وللمعلومية، فإن أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر بكثير من أعضاء الأمم المتحدة. الكرة بتروح. عند الفرصة، أي ردة فعل، أي براعة، الله على التصدي، يدافع عن المرمى، يتصدى ويتحدى. تحرك جيد في الثلث الهجومي. الله، هدف التعادل يأتي في اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية. أطلق صافرة اللاعب وسجل هذا الهدف. بوراك يلمس، لم تكن 90 دقيقة كافية لترجيح كفة أحد الفريقين. سننتظر أشواط إضافية قد تحسم المباراة. بعد 90 دقيقة لم تخلو من الإثارة ولا من التشويق. لم بدأت الشوط الإضافي الأول. فرصة لإرسال كرة في الشباك. يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة الاستثنائية. المنافس يسيطر على الكرة، شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. المساندة تأتي من الزملاء، ممتاز في قراءة اللعب. دفاع سيء الحقيقة. فرصة هدف في هذه اللحظات.
كان في موقف الواحد على واحد لكن لم يتصرف بشكل سليم، ضاعت الكرة. هذه المواقف تحتاج إلى هدوء، إلى تركيز عالي للتعامل معها. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. إذن دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. إمكانية للتسديد، يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. مستحيل، الله على الكرة، على اللعبة، شوف وتعلم. الله على النهاية، على الأسلوب. هدف ملعوب جاء من لاعب جماعي مميز. مستعد الآن انطلاقة الربع الساعة الأخير من هذه المباراة بعد نهاية شوط المباراة الأول من الوقت الإضافي. نعود مع حضراتكم نوصل هذه الإثارة، ضربة بداء الشوط الإضافي الثاني. الفريق يعرف كيف ينقل التمريرات بشكل جميل، بشكل سلس بين الفريق. كارلس بويول، ديمتري بايت، كارلس بويول، أشرف حكيمي، كوستيتش، كارلس بويول. 8 دقائق على نهاية الوقت الإضافي، عندنا 7 دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. ضربة بالرأس والكرة إلى الخارج، رمي التماس. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. يحصل على المساندة في هذه اللحظات، عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. إذن هذه صفرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار.